مع مركز الندى، حلمك مش مستحيل. مركز الندى لعلاج العقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وعمليات الذكورة والمناظير الجراحية، غرف عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، كما يوجد أحدث وحدة تشخيصية وجراحية لعيوب الإنجاب، وأحدث جهاز لفحص البويضات وجمعها، وأحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، جميع الوسائل لمعالجة العقم والتلقيح الصناعي والتلقيح المجهري، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى. مع مركز الندى، حلمك مش مستحيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك اليوم مع أستاذنا الأستاذ الدكتور طارق الجندي، عدنا والعود أحمدي. معانا حالة هتحكي عن نفسها لبس الأمل عند الناس، زي ما وعدناكم بنوفي بوعدنا والحمد لله الدنيا ماشية تمام في مركز الندى، وإحنا بنختار الحالات برضو زي ما قلنا بنختار الحالات النادرة، الحالات اللي هي إيه تبس الأمل عند الناس إن طول ما الطب بخير، العلم التقدم، في تقدم، في علم، في طب، في امل، يعني الناس ما تقطعش الامل ان شاء الله كله خير باذن الله. هندخل مع الحاله وهنسجل معاها قبل الولاده وبعد الولاده لبس الامل عند الناس، وادينا هندخل على الحاله ونتعرف عليهم ونتكلم معهم باستفاضه. تعرف باسم حضرتك؟ فتاح ابراهيم. اهلا بحضرتك يا استاذ عبد الفتاح. عايزين حضرتك تقول لنا بقى على حالتك ايه لبس الامل عند الناس، وانت نتبسم فيك الخير ان شاء الله ان هنتكلم مع بعض باستفاضه وتقول قصه حياتك وقصه الكفاح، وده كان سبحان الله اختبار من ربنا. ماشي؟ انت حضرتك متزوج بقالك كام سنه؟ انا من 94 سنه 94 يعني النهارده 24 سنه. 24 سنة. طيب كانت حالتك ايه بقى يا استاذ عبد الفتاح؟ والله هو انا يعني جريت كتير عند دكاترة كتير ومراكز كتير، بس ربنا كده بعت لي يعني حاجة كده الهية ان انا اجي عند الدكتور طارق بأمانة، فما ترددتش لحظة، جيت عملت هنا محاولة وما حصلش نصيب فيها، بالرغم ان انا قبلها كنت في مراكز تانية ويعني ايه من طبعا من التكرار يعلم الشطار، يعني انا ممكن اقول حاجة للي بيسمعني، انا لو اختبروني في كلية الطب او النقابة بتاع الاطباء ممكن افتح عيادة من الصبح. بمعنى ايه يعني ده كده؟ ده انت كده شكلك جريت كتير ورهقت كتير من 94 وانا بجري على حاجة زي كده، ان ربنا يكرمني بعيل او حاجة من صلب، يعني خدت بال حضرتك؟ فانا بقول لحضرتك ان لو نقابة الاطباء اختبرتني في موضوع النساء والولادة دوت ممكن افتح عيادة من الصبح. زي ما انتم شايفين استاذ عبد الفتاح بيقول لكم ايه معنى كلمة ممكن يفتح عيادة من الصبح؟ مر كتير، راح مراكز كتير، راح عند سادة اطباء كتير، يعني 24 سنة برضو يا جماعة كتير لف، والامل في الله، جاء عند الدكتور طارق زرع الامل. ليه؟ الدكتور طارق بيقف واقفه مع المريض بتاعه بيشوف الدنيا ماشيه ازاي، مش اهم حاجه عنده الحقن المجهري ولا الكلام ده كله، بيعيد التاريخ المرضي من جديد، بيشوف الدنيا ماشيه ازاي. ال 24 سنه اللي الخبره اللي خدها الاستاذ عبد الفتاح جالها عند مين؟ عند الدكتور طارق. زي ما احنا قلنا احنا مستنيين الامل
والرضا وساعة الرضا من عند ربنا. استاذ عبد الفتاح هيكمل قصته لبث الامل عند الناس وليس للدعايه. كل انسان يختار الطبيب اللي هو عايزه بس يختار الطريق الصح. في طب وفي علم بس الانسان يختار المكان الصح. صح استاذ عبد الفتاح؟ تمام. هو برضو يعني من الحاجات الالهيه اللي ربنا اكرمنا بيها دي برضو مش يعني مثلا ان انا والي من اولياء الله الصالحين، انا اتمنى اكون حاجه زي كده، بس ديت برضو عن طريق واحد معرفه، واخد بال حضرتك، هو اللي دلنا على المكان وانا ما ترددتش لحظه، خدت بال حضرتك، وجيت لقيت فعلا في المكان هنا يعني معامله انسانيه، معامله ادميه، معامله بتبث الحياه من اول وجديد. يعني النهارده بنشوف من حضرتك حته انك انت بقالك 24 سنه ده كلام تسأل عليه امام الله. هل ده كلام مرسل ام كلام واقع انت عشته؟ معلش اصل الناس بتقولك ايه، ممكن معلش اللي قاعد مشاهد كذا او كذا او المذيع بيقول لك قول كذا، لا احنا عايزينك تقول والله وانا مش 24 سنه ما هستنى حد يقول لي انت عملت ايه ولا سويت ايه ولا تعالى قول مثلا انت بتقول كده ليه. انا بقول كده عشان خاطر اللي ربنا رايد اللي كله ذريه منه يجي المكان اللي زي كده، في طاقه نور مفتوحه لك وفي سبب، ده سبب، وربنا لما بيكون رايد خلاص ما انما يكون امره بين الكاف والنور، واخد بال حضرتك. فده يعني مكان اولا علم وطب وانسانيه وناس عارفه ربنا كويس، ما بتدورش بقى ان هي مثلا ايه انت جاي لنا بعد كام سنه، ما هو معلش في بعد الاربعين خلاص بقى بتبقى الامل ضعيف جدا، بالذات عند الست يعني الراجل عند الست الراجل ممكن بعد الستين، واخد بال حضرتك. بقول لحضرتك لو اختبروني افتح عياده من الصبح بس مش عارف اسميها باسم ايه. لا ما انت كده تخلي الاطباء تتقلب علينا يا استاذ فتح، اقطع على الدكتور طارق. فانا بصراحه يعني اولا انا قبل ما اكمل تجربتي حسيت، شوف انا بقول لحضرتك ازاي، من قبل ما تجربتي تكمل انا جبت هنا برضو اختي واخبال حضرتك وجبت ناس زمايلي، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا بشكر ربنا واحمد فضله ان انا يعني عبد فقير الى ربنا، كنت برضو سبب ان انا برضو ابس الامل في عندهم، وربنا كرمهم على ايدهم ولسه برضو بيتابعهم، ويمكن يجوا مثلا الشهر اللي جاي او اللي بعده يولدوا هنا بالسلامة. يعني نقول انت جاي هنا بقالك اكتر من 11 شهر مثلا، صح كده؟ 11 شهر بتاع اكتر من 11 شهر، من شهر 4 2016. تعرف باسم حضرتك يا مدام؟ ما صبري مها. انا بعديك يا مدام مها، النهارده ان شاء الله هنبث الامل عند الناس وشويه ولحظات بسيطه ونقول لكم فلان ونحس فيك بقى باحساس الامومه بقى، تقولي ايه للجمهور النهارده بعد صبر. صبر خلي بالك ده صبر واختبار من عند ربنا مش ابتلاء، ده اختبار بشوف قوه ايمانك ايه. تقولي ايه النهارده بعد 24 سنه وعايزين نحول دموعك دي من امل من الم الى امل؟ لا احنا عايزين دموع فرح ان شاء الله وربنا يستجيب لدعانا وتطلعي بالسلامه ان شاء الله. تقولي ايه النهارده؟ أقول الحمد لله واشكر ربنا بعد والدكتور طارق بعد ربنا، والحمد لله نحمد ربنا. ربنا يسعدك يا رب ومش هنرهقك، احنا هنكمل مع الاستاذ عبد الفتاح بس عايزين دموع جديد، دموع فرح ان شاء الله النهارده. دموع المدام النهارده دموع غاليه يا استاذ عبد الفتاح، ربنا يجعلكم مجبورين الخاطر وتروحوا مجبورين الخاطر من بنها الى يعني بلدكم الثانيه ديت بنها زي المنصوره كلها مصر، وتروحوا مجبورين الخاطر كده ان شاء الله لبلدكم. بنها بلد عزيز عليا لان انا عرفت فيها ناس لهم الفضل عليا ان انا اكون في المكان ده، يعني ناس انا بدعي من المكان دوت ان ربنا يكرمهم بجنته لانهم هم السبب ان انا اكون موجود في المكان ده. هو ده الامل، هو ده الخير. استاذ عبد الفتاح والمدام بتاعته زي ما قلنا الاستاذ عبد الفتاح 45 والمدام 43 بيجروا من 94 لغايه 2016، ربنا كرمنا ومستنيين ساعة الرضا. نسأل الجميع اللي يشوف اللي بس الامل عند الناس يدعي الاستاذ عبد الفتاح اللي هنقول له يا ابو فلان بعد لحظات ويوم فلان بعد لحظات، ويا رب يطلعهم مجبورين الخاطر من مركز الندى الى بلدهم مدغم المنصورة، وهنكمل لقاءنا اثناء الولادة ولايف لبس الامل عند الناس ونسمع الزغريت ونقول لها يا ام فلان ونقول له يا ابو فلان وربنا يسعدهم ان شاء الله. وهنكمل مع دكتورنا الاستاذ الدكتور طارق الجندي، وادينا داخلين نرحب بدكتورنا داخل العمليه.
السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ كل سنه طيب. من طيب يا فندم. الاخبار من الحاله دي 43 سنه متجوزه من 94 جت عند حضرتك في شهر 4/2016 ربنا كرمها ودينا من السنين ساعه الرضا. عايزين حضرتك تكلمنا عن الحاله دي ان شاء الله. 43 سنه سدي سقط مرتين قبل كده وثلاث مرات قبل كده معايا حضرتك ازاي؟ كان عامله عمليه قبل كده وكان شايله مبيض فعندها مخزون بيضات قليل معايا وبعدين مشينا في اتجاه ان احنا نعمل عمليه حقن مجهري عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله معايا حضرتك ازاي؟ المهم مشينا عملنا عمليه الحقن ربنا كرمنا زي ما حضرتك شايف والنهارده هي النهارده جايه تولد وتاخد عيالها وكمان عندها اجنه كمان مجمده لدورات مستقبليه ان شاء الله باذن الله. ربنا يسلم ما بين ايديك يا دكتور. صعب جدا انك تكون كميه اكتمال كبيره من هذه البويضات لكن الحمد لله كان ربنا كريم معانا وزدنا انها هذه السيده عندها مبيض واحد بس. خلي بال حضرتك دي 43 سنه وجايه منين؟ جايه من المنصوره وانت عارف وما ادراك ما المنصوره وطب المنصوره برضه يا دكتور بس جايين على شرط حضرتك والبيبي طالع اهوت على ايدين الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. البيبي طالع اهو. بسم الله الرحمن الرحيم عشان ربنا يكرمنا فيه. بس بنوته زي الفل هي كويسه خالص. بعد ما دكتور الاطفال. ما بيبي واحد بس ان شاء الله. ربنا كريم فيه. اتفضل. بسمك زرعت واترسمت على وجوه الاب والام وداخلين نكمل معاهم الحاج عبد الفتاح والمدام ومعاهم المولود وربنا يكرم المنصوره واهل المنصوره عشان خاطر جايين بنا ويرجعهم بالسلامه ان شاء الله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الف الف مبروك. الله يبارك لك. ربنا يبارك لك يا رب. تقول ايه بقى للجمهور النهارده وانت بقى احنا عايزين نحول الدمى دي من امل الم الى امل. الحمد لله. ما انا قلت لحضرتك في اللقاء الاول يعني الانسان ما يفقدش الامل في ربنا لان الرازق هو الله وكل حاجه بتتم بمشيئه الله ونحمد ربنا وبطلب من ربنا انه يحقق الامنيه دي لكل محتاج وبطلب لكل محتاج انه يرزق كل محتاج. الحمد لله والشكر لله. انت هتسمي النهارده ان شاء الله بقى؟ هبه من الله. ربنا يكرمك. الخاله اللي عايزه تسمي رؤيه ولا العمه؟ العمه. تقول ايه النهارده للجمهور وانت مبسوط لاخوك كده بعد مش هنقول مشقه بقى يعني بعد ربنا يدي الناس كلها وما يحرم حد منهم ابدا ويخليها له ويخواها يا رب. جاب من المنصوره بقى تبارك لك الله واختنا الاسبوع الجاي ان شاء الله. تقول ايه النهارده انت حضرتك مين؟ انا الخاله. تقول ايه النهارده؟ بنشكر الدكتور طارق وبنحمد ربنا وان ربنا يخليها لهم يا رب يبارك فيهم. تقول انت النهارده انت مين بقى بالنسبه لهم؟ نقول الخال موجود والعمه موجوده والخاله موجوده والاهل موجودين مبسوطين من 94 وهم بيجروا. ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم في 2016 يجعلها سنه سعيده عليهم ويروحهم اكبر الخاطر. تقول ايه النهارده للجمهور؟ الحمد لله يا رب كل من عاوز يديه. هو ده الخير. ربنا يسعدهم بيهم ويروحهم مجبرين الخاطر الى بلدهم ونشكركم جميعا وفي نهايه اللقاء نشكر جميعا استاذنا الاستاذ الدكتور طارق الجندي استشاري النساء والتوليد والعقم والحقن المجاري والدكتور مصطفى طبعا دكتورنا وربنا يسعد الكل يا رب وفي امان الله في حلقه قادمه بمشيئه الله. شكرا لكم.